السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على الزتشي. خاطش على الزتشي غادي يضحوا بك انت زتشي، انا نقولها لك، انت يا غير كفء، ما عندك حتى مبادئ، ما عندك حتى شخصية في المنصب تاعك. ما نهدرلكش على الشخصية مع ولدك، يدير منقوش ما يدير منقوش، الله يسهل عليه، ما ندخلكش في هذا السؤال حياتك الشخصية. بصح كي نقولك الشخصية في المنصب اللي راك فيه، ما كان والو خويا، انت زيرو. هنايا غادي نتكلموا رسميا، النيابة العامة لدى محكمة سيدي محمد تستدعي زتشي يوم الأحد إن شاء الله رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زتشي المشتبه في تورطه في قضايا فساد، والقاضي التحقيق لمحكمة سيدي محمد سيستفسر زتشي عن وين كل من مر من العصابة إلا وجبد زتشي في قضية فساد، ثم مصادرة جواز زتشي مباشرة بعد عودته من مصر. خاطش عليه توبا، حنا الحمد لله يا ربي الهضره اللي هدرناها في 5 أيام راكم تشوفوا فيها اليوم، هم يديروا فيها في الإعلام ويديروا فيها، خاطش بزاف نعرفوا، وانا نعرف واحد كيما ذاك كمال مهوي يكومونتي يقول لي يا ناس ما تأمنوش هذا راه يخرط عليكم، هذا راه يكذب عليكم. ما عليش كمال مهوي، اهدر كيما بغيت، بصح الحق ربي يبينه. هاي نقول لك هضروا كيما بغيتوا في الكومنتير عندي، وانا مخليكم في طومبات الشعب يدير سونداج شكون اللي عنده الحق. كي يدخلوا يشوفوا لي كومنتير عايروا كيما بغيتوا، كي يدخلوا يشوفوا الكومنتير يعرفوا شا كاين حقيقه وشا كاين. حنا المهم انا قلت لكم غادي ينزل من المطار، قلعوا له الباسبور، طاوه الباسبور مي بغى يروح لا دانيير جور من الجزائر، بغات تهود من القاطر تهود، قالوا له وليك روح وهود معاهم، بات ليله والصباح هود لمصر، طاوا الباسبور. مين نزل نشعوا الباسبور، اتشوا باسبورك باش يكون على بالكم بلي زتشي اسمه مع العصابه لا مفر منها، هو في القائمه السوداء. كاين زوج قوائم، كاين القائمه السوداء، قائمه الرماديه تاع يقلعوا لك السروال ويقول لك روح لداركم. أيه كيما دخل جيعان تخرج جيعان، كي الذيب من دخل كسموها دخل البحيره عمر كرشو مي بغى يخرج من الثقبه اللي دخل منها ما عطاكشي، عاود خلى روحو تاجع باش خرج، قالها دخلتك جيعان وخرج جيعان. هذه قصتكم انتوما، دخلتوا جيع تخرجوا جيع. باش يكون على بالكم شكا وشمكاش. وين شنا كيفاش تم مصادرة جواز زتشي الباسبور تاعو مباشرة بعد عودته من مصر، ثم ذكر اسمه أثناء التحقيقات التي خضع لها العديد من الموقوفين حاليا بتهم الفساد والموجودين في سجن الحراش. أبرز التهم التي يواجهها زتشي تتعلق باستفادته من أراضي غير من عبر مختلف الولايات الوطن بطرق غير شرعية. أنا اللي على بالي بها كون زعماك زاد قعد زوج عهدات زعماك في ربع سنين كان غادي تيارت كاملة يديها وبالعباس كاملة يديها. أنا نقولكم بالعباس كان غادي يدخل في السونتروفيل، كان غادي يقول لهم السونتروفيل تاعي يهدها ويديها ونورمال وكلش. سعيده فانيك بدا في سعيده تاليا من عاودها ود لسعيده. الناس يشوفوا كيما يقول لك والله لا يخدم بيدينا ايكول، لا يروح يدخل عند الوالي، هو ما يديبلاسيش بدراهم الاتحاديه بالبروتوكول بالعسى عليه، ويدخل عند الوالي يقعد معاه يقول له شا قلت، نشوف لك مع حداد تقعد، بصح هذه الارض اللي تجي داخل منا تجي داخل الطريق الرباحيه شق الرباحيه ملي هذيك الارض تاع من الوالي يقولوا راهي تاعي. اي
وتقعد والي ولا نطلعك واصل كيما هاكا. انا نقول لكم وين داي اراضي في مختلف ولايات الوطن بطرق غير شرعيه، في البيض، في جوايه في جوايه بشار يقولوا لها بني عباس وقيله فانيك، واحد الجبل، واحد الجبل هو وحداد كانوا داينه، هذاك الجبل تاع بني عباس وقيله بومدين قال لهم خلوه احتياطي للجزائريين، هما حداد جوايه جيجل الرمله، كاين واحد الرمله واحد الجبل فيه الرمله تاع السيراميكا، ولاو يبيعوا الرمله ديريكت لاسبانيا ديريكت بالدولار بالاورو ديريكت يبيعوا البابير يعمروا يدو ديريكت. هما نعلو الشيطان على بالك، خونوا الشهر الاول الزاوج ما قنعتوش ما قنعتوش، ولادكم خاصهم الدراهم، ولادكم دائما خاصهم الدراهم، تبراح وصوالح خاصهم ينوجوهم كيفاش دايرين. ابرام صفقات بطريقه غير شرعيه لتموين مشاريع سكنات بمواد البناء والخشب والسيراميكا بمعاونه رجل اعمال حداد القابي حاليا بسجن الحراش، عدم شرعيته في منصبه رئيس الاتحاديه لكره القدم بعد تنصيبه من طرف العصابه والوزير الشبيبه والرياضه السابق الخنزير ولد علي بتدعيم من العصابه. كي قلت لكم باللي على بالكم باللي الجامع الكبير هو دا هو فرشو باموال باهظه باموال باهظه، قد ما يبنوا شاده زتشي من فرش بالسيراميكا دار صوالح دار شاده زتشي قد ما يبنوا جامع واحد اخر، تضخيم الفواطير شاده زتشي قد ما يدو قد ما يبنوا جامع واحد اخر، يطلعوا ربع الصومعات ماشي صومعه واحده ربع الصومعات. المشروع في قسنطينه راح حابس لك، انا نقول لك المشروع تاعك في قسنطينه خلينا ملوزين اللي قاضبه انت وعم بن سبعيني، اللي قاضبه انت وعم بن سبعيني هذاك حابس صار. المشروع تاع 2000 ساكن وقيل راه ما شعل 2000 ساكن اللي كنتو داينو نتوما انت وحداد راه حابس حبسوه لك، قال لك ماشي نتايا. امور كثيره وكثيره، اختلاس اموال الاتحاديه، اختلاس وين لي زوتيل راهم يسالوك، اوتيل تاع بني تالا يسالك، لي زوتيل يسالوك. انا نقولها لك انا نعطيك الرسمي شكاي، انت رايح رايح زتشي. حنايا على بالنا بلي على بالنا هنايا في مستغاليم، انا نعرف حود هنا في مستغاليم يخدموا السيراميكا يخدموا، انا على بالي بلي كنت تبيع سيراميكا بكري، بصح ماشي كيما ضروك ماشي كيما ضروك. نتايا زدت ديت هذه عامين ونص 100 هكتار جوايه بلعب جوايه تيارت 100 هكتار دير هكا ما تكملش بالعباس كملها، لازون تاع بالعباس كملها، كي يدير بالعباس يزير بالعباس يزيرها يزيرها يقول لهم نعطيك ندبر لكم دي ماتش اعطوني شحال تعطوني في بالعباس ها كدي مع الوالي نعطيك ارض وما تطيحش بالعباس كيما هكا يخدم كيما هكا. هذه حقيقه انا نهضروا فيها، انا ماذا بيا هذا يعاودوا يصدروا له يعاودوا يردوا كاع الاراضي اللي داو بالعباس تدي الارض تاعها، تيار تدي الارض تاعها، مبيض تدي الارض تاعها، بني عباس يدوا الارض تاعهم، ماذا بينا؟ بني عباس كي دار لهم كانت واحده اختو ولا من العائله تاعهم تخدم في هذه الاكتشافات، هذو الاكتشافات وكانت تدي شدي شدي تخمم للبعيد، ولا تدي لهم الماء تدي لهم الماكله تدي لهم تصرف عليهم. من بعد قلت لهم انا بين ندير لجنه زعما جمعيه لا تسنيولي، شا داروا على ذاك الجبل هذا زتشي مع 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 حداد ومع شا دارت سنياو هذوك السكان مساكين، هذوك السكان اللي ساكنين فماك سنياو ديك القريه سنياو سنياو على سبب بلي هذه جمعيه خيريه وهي شتايا لا سنياو بلي معليش يديروا وزينه كبيره هنايا معليش رانا سامحين باش يديروا وزينه هنا عندنا باش ندخلكم ليه الناس كي خدمت والله ما نطعقينك.
والله ما نطيقينك، لا بغات الذوبه بتاعك راه طايح عليا الذوبه بتاعك، الذبان بتاعك راه طايح، بس راه عندي فليتوكس، راني نجيب الفليتوكس انت نحارب فيه، جايبكم جايبكم، يا زتي ما غادي تزيد، وهذا السيمانه ان شاء الله بربي، نهار الثلاثاء الاثنين يكونوا مكملين معاك ان شاء الله بربي.